تصدقي كان عايز ياخدني مع الشقة المعفن صوت الرجالة. يا نهار اسود نبيه. طب ننزل بقى من الحتة المعفنة دي ونقفل الباب ده خالص. يا فتون زي ما بقولك كده نمشي من هنا. انا اخلي الصرصار ده يخليني اسيب بيتي؟ اسكتي اسكتي. هو زي ما اتطول عليكي مرة هيتطول تاني وتالت. لاجري على حد يجيب رقبته. لا لا اروح منك فين بس يا فتون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى يا راشد شوف البلوى اللي احنا فيها. في ايه؟ وينش لطش فتون بالقلم في الشارع. نهار ابوه اسود. وينش مين؟ وينش بتاعنا انت متاكده؟ وكان عايز يسحبها على البيت كمان. وبتقول ان لسانه كان تقيل وعينيه زايغ، شكله كان مبرشم. هو اطلع لها كده من باب بتاع ولا طشع؟ مستحيل. اهو النعمه الشريفه ضربني بالقلم. ايوه انا هكذب يعني؟ عيني عليا. ما انا جوزي في السجن ما عنديش راجل. ما الواد مسورك كنت نازله من العربيه يا فتون. هي قصه. ما قلت لك ابن خال الغنوه صاحبتي. الله. انت عايز مني ايه يا راشد؟ نتفق. على ايه؟ انا دلوقتي لو نزلت قدام الحارة كلها وقلت البيت ده يخصني هقولي لي بأمارة ايه؟ بأمارة يعني ايه؟ بأمارة انك ابن عم جوزي اللي في السجن. هو في أمارة اكتر من كده؟ ما هو راشد برضو عنده حق يا فتون. انت لازم تلمي نفسك شوية بدل ما كلب تاني يتطول عليكي زي ما ونش عمل. الله الله الله، ده انتوا بقيتوا زي العصافير اهو، بتغنوا وتردوا على بعض. هي كلمة ملهاش تاني. عسليه من دلوقتي تبقى خطيبتي ورسمي، وبعد كده انا بنتفق على الجواز. ساعتها لا حد هيقرب لكم ولا حد هيتعرض لكم. حيلك حيلك، انت جاي تصطاد في المايه العكره؟ هو ده وقته؟ هو ده وقته. ايوه يا اختي، هو في وقت احسن من كده؟ انا موافق بس بشرط. شروطي؟ تاخد لي حقي من الواد ده. وانش خلاص اتذبح. الشبكه هتبقى اتضايق عشان ما حدش من الناس ياكل وشنا. وسواء علي اتحبس او خرج بعد كده نبقى نتجوز. جرايم انك ليها. وانتوا خلاص شبكتوني وجوزتوني وانا قاعده كده بتفرج عليكم؟ مفيش حاجه هتحصل الا بمزاجك. انا هنزل اربي الكلب ده. استنى يا راشد. ما تستناش يا راشد. يعني يموت الواد؟ تعالى يا راشد. يموته يا اختي ولا يوديه في 60 داهيه. هو كان ابن خالتنا. ولا لا سرق المكنه بتاعته. انت عارف ان هو بيرك تنطط على حريم علي رؤية يا ابن الكازمة؟ تضربني عشان البنت دي يا راشد؟ تعالى وحياة راسي، لو جبت سيرة أهل بيت علي تاني اللي هم أهل بيتي دلوقتي هقطع لك لسانك والكلام للكل. فاكرني بهدتك يا؟ أنت عارف أنا ما قطعتش سيادتك ليه؟ عشان العش والملح، وعشان أنت كنت مبرشم ساعتها. كفاية عليك كده. اللي جاية مش هتبقى في وشك. سامعين؟